اخر حاجه درنا والله جاي البارح، اول حاجه تعلمنا بالنسبه للانشاء كيفاش ننشئ مقارب افقي وكيفاش ننشئ المقارب العمودي، تعلمنا كيفاش نرسمو نحددو الوضع الحقيقي ديال فرع شجامي سواء في اتجاه محور الاراتيب سواء في اتجاه الافاصيل مستقيم في اللايف ديال البارح. دابا غنمشيو ندوزو للمرحله الثالثه. قلنا المرحله الثالثه بالنسبه للفروع اللينيائيه هي كنحسبو لاغين تاع الانفيني ديال اف دو اكس ناقص اي اكغيك، ومن الاخر اكغيك واحد المستقيم وعدد تكتب على شكل اكس زائد. قلنا ممكن تخرج لك عدد ممكن يخرج لك الانفيني، قلنا فهو فرع شل جميع في اتجاه مستقيم، هذا المستقيم الذي معادلته اكغيك تساوي اكس صحيح، ويخرج لنا عدد تنقولو مقارب مائي في مقارب مائي معادلته اي تساوي ا اكس زائد بي، بحيث بي هو داك العدد بالنسبه ل ا اكس، بالنسبه ل ا هو داك اللي كنا كنحسبوه لا ليميت ديال لانفيني ديال اف دو اكس على اكس، وتخرج لنا واحد العدد اي يقارب الزيرو، راه داك هو العدد صحيح يا شباب. دابا غير البوزيسيون ديال المقارب المائل، بالنسبه للبوزيسيون ديال المقارب المائل فهو ما تتكلف به باش نكون معاكم واقع من الاخر، تتكلف به الوضع النسبي، تتكلف به الوضع النسبي يعني تاع باش كلشي عرفتي نكون مقارب، انا نوريكم كيفاش مقارب تتكلف به الوضع النسبي. دابا حنا باش نفهمو هذا باش نفهمو مزيان نمسح السبوره وباش نمشي نشرح لكم الفرع الشجم اتجاه المستقيم، المستقيم صححتو لكم البارح. بالنسبة تكون عندك وتكون عندك واحد المستقيم، نعتبر بأن هذا هو المستقيم مثلا دي، يكتب على شكل إكغيك يساوي أكس زائد بي. اش قلنا بوزيسيون ديال الفرع؟ شحال من فرع؟ قلنا فرع الشجم ممكن يكون على شكل البخوشة ندير بحال هكا، أولا على شكل البخوشة اللي هي أفقية، أو لا لا يكون دابا على شكل بخوشة عمو مائلة، فهمتي يكون بخوشة مائلة. أوكي الناس اللي تبع معايا، ألوغ إلا مسحت هذا مسحت اللعيبات هذا هاد الكرش هذا ديال مثلا البخوشة هادي، أش يولي عندك؟ يولي عندك هنا محور إيش؟ محور المعدم، يعني أنت دب محور الأراتيب، قلنا هذا فرع شرجمة في اتجاه محور الأراتيب، وإلا عاوتاني حيدنا عاوتاني هنا بحال هكا. حيدنا داك الكرش ديال البخوشة يولي معلم بحال هكا، ولا عاوتاني في اتجاه محور الأفاصيل، ولكن إلا درناها بحال هكا ما يكونش عندك لأنه يكون عندك مائل، ألوغ من يكون عندك مائل يكون عندك في اتجاه مستقيم، يعني بحال لا بوزيسيون اللي يكون عندك هنا، ألوغ يعني البوزيسيون اللي ممكن يكون فرع الشجرة، المهم فرع ممكن يكون هنا أولا ممكن يكون هنا أولا ممكن يكون هنا أولا ممكن يكون هنا. غنشوفو حنا إمتى تيكون هنا الفوق و إمتى تيكون نعرفو البوزيسيون كاملة، يعني البوزيسيون اللي ممكن ياخد الفرع هما هاد الفرع، الفرع الشجام في اتجاه المستقيم الذي معادلته إكغيك تساوي أكس زائد بي، ترسمو المستقيم و تيكون عندك واحد الفرع اللانيائي في اتجاه المستقيم. دابا إمتى يكون هذا و إمتى يكون هذا و إمتى يكون هذا و إمتى يكون هذا، هو الهدف ديالنا دابا. امتى يكون عندك هذا؟ غيكون عندك هذا انت تنشموش بحال اللي قبل المرحله الاولى، تنشمو اف دو اكس نيت ناقص اي غير، الى حسبنا انا عن بلوس لانفيني كما قلت لكم البلاصه دائما الفوق، الفوق تيكون بلوس تعطينا بلوس، تحت تيكون بلوس تعطينا موان، الفوق عاوتاني في الطرف ديال بلوس تعطينا اش ديال موان تعطينا بلوس، وهنا ديال موان تعطينا موان، الوغ ها هو الفوق ها هو التحت، يعني البلاصه تاع بلوس تعطيني بلوس، هادي تاع بلوس تعطيني موان، هادي فوق فوق المستقيم انت نهتم بالمستقيم تاع موان تعطيني بلوس تاع موان تعطيني موان، فلا مالا الى حسبتي اف دو اكس ناقص ا اكس زائد بي وخرجت لك بلوس لانفيني، وتيكون هنا الى حسبتي لا ليميت عند بلوس لانفيني ديال اف دو اكس ناقص ا اكس زائد بي وخرجت لك اش موان لانفيني، وتيكون هنا الى حسبنا لا ليميت ديال موان لانفيني ديال اف دو اكس هذاك اش هذاك بلوس لانفيني، وتيكون هنا الى حسبنا لا ليميت عند موان لانفيني ديال اف دو اكس ناقص ا اكس زائد بي تساوي لك اش موان لانفيني، فهنا ناقص ا اكس زائد بي
5 بلس 2 في، يعني هذو هما الاوضاع النسبيه ديال اش، ديال الفرع، ديال الفرع الشرجمي في اتجاه، في اتجاه المستقيم، المستقيم ذو المعادله، ذو المعادله y يساوي ax زائد ax، لا ax عفوا ax يكون على شكل ax، ax زائد ب باقي ما وصلناش، ax 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 صحيح يا شباب. فاذا حسبنا لا ليميت ديال بلس لانفيني ax، يعني الفرع الشرجمي هو ax، يعني حنا علمتكم البارح كيفاش ترسموا منحنى. الى حسبتي لا ليميت ديال اف اكس ناقص ax، يعني واحد المعادله ديال y تساوي ax، هذا بلس لانفيني يكون هنا الفوق، حسبت عند بلس لانفيني هذاك موال لانفيني يكون لتحت، حسبت عند موال لانفيني هذاك بلس لانفيني يكون هنا، حسبت عند موال لانفيني يكون هنا، صافي. هذه هي الفكرة ديال الأوضاع النسبية ديال الفرع الشرجمي في اتجاه المستقيم ديال المعادلة y يساوي ax. واش مو فاهم؟ شباب قولوا لي واش مفهومين الأوضاع اللي شرحت لكم دابا؟ باش من بعد نشرح لكم غير هذا بالنسبة للمقارب المائل، التخصص ديال الورع النسبي هذا كنوريه لكم في الإنشاء ديال السي إف من ونشأو كامل. قول لي هذا باش ندوزو شي حوايج آخرين، باش ندوزو نجاوبو على الإمتحان الوطني بالنسبة لإنشاء السي إف. يلا شوف قول لي واش مفهوم. لا أسماء ماشي أسامطوط أوبليك، هذا برونش بارابوليك ديريكسيون ديال لا دغواط ديكواسيون إيكغاي إيكغال أكس. ماشي اسامبتوت، هذا برونش بارابوليك، الفرع الشرجمي هو برونش بارابوليك، لا لا برونش بارابوليك، اسماء برونش بارابوليك ماشي اسامبتوت اوبليك، قلنا الاسامبتوت اوبليك تدخل فيه البوزيسيون غولاتيف. يلا شباب يلا، عبد الودادي دائما حاضر، محمد دائما حاضر، يلا الاخرين لي زوطخ. محمد دائما هو حاضر، سي محمد خوليو هو دائما حاضر، عبد الرحيم هو دائما حاضر، الاخرين الاخرين محمد مرحبا مزيان، الاخرين لونا مزيان، رضوان دائما حاضر، سفيان مقارب مائل، انا نعطيك البوزيسيون ديالو حيت اللي باش نشرحو لك راه خاصني المقارب، نوريكم البوزيسيون ديال المقارب. اوكي الو هذا مفهوم. دابا ندوزو نشرحو المقارب. بالنسبه للمقارب رسم لي الان نعلمكم كيفاش يكون المقارب، يعني قلنا المرحلة الثالثة كلشي تلعب على هذا المستقيم هذا، يا إما يكون فرع شرجمي يا إما يكون مقارب، راه عارفين تو البوزيسيون ديال المقارب. دابا إلا حسبنا مثلا لا ليمي ديال لانفيني ديال اف دو اكس ناقص واحد ا اكس زائد بي، عطاتك اش؟ عطاتك عدد ا اكس، ا اكس عطاتك اش؟ عدد. فهاد الحالة اش تنقولو؟ بأنه مقارب، مقارب مائل. بالنسبة للناس اللي قراو باللغة الفرنسية فهو أسام مقارب مائل، معادلته معادلته إكغيك يساوي أ إكس زائد بي، بي وشنو هو؟ هو داك العدد، نجر رسمو تيكون عندك هذا وشنو هو؟ هذا هو إكغيك يساوي أ إكس زائد بي، وهذا لأنه مقارب، الحل المعادلة تاعو تكون إكغيك يساوي أ إكس زائد بي. هنا لي بوزيسيون ديال المقارب ممكن يكون هنا، ممكن يكون هنا، ممكن يكون هنا، ممكن يكون هنا. باش نعرفوا المقارب، فالمقارب اللي كيحددوا لي هو اش؟ الوضع النسبي اللي كتعلمتكم فيه، الوضع النسبي لاش للسل اف واش واي اللي يساوي ا اكس زائد كما قلنا. الا تنحسبوا الوضع النسبي تنحسبوا اف دو اكس ناقص اي، الا كانت اف دو اكس ناقص اي موجب تنقول بانه فوق هنا، في هذه الحالة تيكون سي دي اف فوق إكغيك بجوار، بجوار بلس لانفيني. هنا تيكون بالنسبة للوضع النسبي تيكون سي دي اف تحت إكغيك بجوار اش؟ بجوار موال لانفيني. هنا تيكون في هذه البلاصة هنا
إذا كان السير إف فوق إيكغيك ولكن هنا بجوار موالاً فيه، وتكون هنا تحت إذا كان السير إف تحت إيكغيك ولكن هنا بجوار موالاً فيه. يعني اللي كيحدد لي أنا المقارب هو شنو هو الوضع النسبي، ممكنش لي أنا نعرفه مباشرة، أو ممكن أننا نستنتجو، ممكن أننا نستنتجو بعض المرات تكون الاستنتاج تاعو سهل، يعني بلا ما ندير الوضع النسبي تكون الاستنتاج تاعو سهل، مثلا منحنى يمر من هنا، إذا كان المنحنى يمر من هنا راه أوتوماتيكمون يكون تحت، أمبوسيبل يكون الفوق، يعني يكون الفوق إذا كانت عندك شي نقطة تقاطع أو نقطة انعطاف، المهم أنا شفت لي غير هاد الضغط تاعتها، تيكون هنا إذا كنا خدامين بجوار بلوس لانفيني وعندنا الوضع النسبي سير إف فوق إيكغيك، تيكون هنا، هنا سير إف تحت إيكغيك، هنا سير إف فوق إيكغيك ولكن بجوار أش بوا لانفيني هنا راه تحت، شكون اللي يتحكم فيه الوضع النسبي، بالنسبة للمقارب المائل يتحكم فيه الوضع النسبي، أهم حاجة تعرفوا ترسموا ليا مستقيم، المقارب تلاحظوا أنني خليت واحد الفيك فيه، هذا ما كان الشباب، واش مفهوم المقارب يا شباب؟ يلا اللي داخلين ما تنسوش انكم دائما تبارطاجيو وطاقيو لي زامي ديالكم. ما تنساوش كلشي يدخل عندي لاباج على انستغرام ليا sofiane.nojma، كلشي يدخل عندي لاباج على انستغرام ديالي هي هادي دير @ sofiane.nojma طلع لك انا الاول. لا دابا اسمع خاصك تفهمي واحد القضيه، اصلا لا دغوات، اصلا لا دغوات هذه هي لا دغوات، هاي اصلا واحد لا دغوات راه اي لا دغوات عندها معادله تاعها، امبوسيبل كملنا في اللايف ديال البارح مستحيل ترسمتي مستقيم وما عندكش اكراك راه مستحيل، يعني ان لا دغوات وبان اكراك سميتو لي نفس الحاجه، باش نرسم انا لا دغوات خاصو يكون عندي ديكواسيون اكغيك اكرا راه نفس الحاجه، لا دغوات ولا اكراك راه نفس الحاجه، تنقصوا نفس الحاجه، راه إيكغيك سيتون إلا تكتبت لك إيكغيك سو فورم أ إكس بلس بي راه هي سيتون دغوات تنعرفو هاد، أسمع صحيح؟ أي ليكواسيون ديال تكتب سو فورم إيكغيك إيكال أ إكس بلس بي فهي سيتون دغوات، وي وي سي محمد هادو البلاصة قلت لك من الأراتيب، هذا هو الأراتيب إيكغيك من الاراتيب ولهاد الجي فهو التخصص ديال موان انفيني، ومن الاراتيب على اليمين فهو التخصص ديال بلوس لانفيني، صحيح؟ يعني هنا عفوا هنا راه بجوار بلوس هذا بجوار بلوس لانفيني، بجوار بلوس لانفيني هنا بجوار اش موان انفيني، محمد كيفاش نعرفو؟ راه تنعرفو باستعمال الوضع النسبي، راه ديجا انا في اللايفات قبل شرحت شنو هو الوضع النسبي، غتكون خاص تكون مكنتيش حاضر معايا في الوضع النسبي، يعني في الوضع النسبي حنا نشوفو بعد الانشاء ديال الامتحان الوطني راه يكون عندك ديجا الوضع النسبي هو تيحكم لي واش كاين الفوق او لا كاين لتحت، الوضع النسبي راه ديجا شارح، دابا غنشرح ليكم شي لعيبات، هذا ما كان بالنسبه للفروع اللانيائيه يعني هما لاباز ديال الانشاء، دابا غندوز نشرح ليكم واحد بجوج لعيبات زوج ما مسيتش نشرح لكم ممس يكون ممس مائل، ممس مائل نشرحو لكم في المنحنى، مثلا تيكون بعد مرض واحد ربع نقطة سهلة، تيكون عندك جوج التغيرات كالتالي، تكون عندك هنا إكس تكون عندك هنا إف إكس، أوكي تكون عندك هنا إكس تكون عندك هنا إف إكس، تكون عندك المجال في أ بي سي، عندك جوج تاع الوضعيات اللي بعد مرات نحتاجهم تكون فيهم واحد المماس، عندك الا كانت الدالة تزايدية تناقصية، او الا كانت الدالة تناقصية تزايدية، يعني في هاد البلاصة في هاد القمقوم هذا يعني تاع التقاء ولكن ما يكونش تكون معرفة، خاصة ضروري تكون معرفة في الوسط، يعني عند بي خاصة تكون معرفة ماشي عندها جوج خطوطة، يعني الا كانت تغيرات في هاد البلاصة تكون عندك مماس افقي، هذا هو شنو هو؟ مماس افقي، مماس افقي في واحد النقطة اللي هي ا، شحال تساوي هذيك ا؟ يعني هو الافصول
ديالها هو اف ديال بي، والمماس يكون الفوق هو الفوق، لان التغيرات بقات الفوق. الوغ المماس يكون مماس شو راه مسا او مسا في هذه النقطه كل بحال هكا. وعندك هاد لا بوزيسيون، انا عندك لا بوزيسيون اللي كانت ديالك زاويه تناقصيه، عندك في هاد البلاصه تيكون عندك مماس افقي، مماس افقي، مماس افقي ديالاش في النقطه ا اللي هي بي اف ديال بي. باش نحسب اف ديال بي غالبا تكون عندك جدول التغيرات، غالبا ملي تحت لكم جدول التغيرات دائما انا في هاد البلاصه نحطو الصورة، وتيكون المماس من التحت. علاش تكون المماس من التحت؟ لان التغيرات بقات لتحت، لان التغيرات بقات لتحت، الوغ المماس يبقى من التحت، هنا المماس يكون الفوق. عندك هاد الحالة وهاد الحالة هي نفس بعض المرات تاع التأويل الهندسي تيقول لك اف قيم ديال واحد العدد يساوي زيرو. فهاد الحالة اش كنا تنقولو؟ بأنه التأويل الهندسي ديالي فهو مماس افقي، راه ديجا شارح هاد الشيء. مماس افقي في النقطة، في النقطة ديال هذيك الطاق ديال العدد، و تنحسب الصورة ديال هذيك العدد. صحيح يا شباب؟ هذا واحد جنو، واحد ربع نقاط تيكونوا بزاف في امتحانات الوطنيات، واحد ربع نقاط تيكونوا إلا عندك الدرجة الزاوية تناقصية، تيكون في هاد البلاصة تيكون عندك مماس، مماس معادلته في النقطة الأصول ديالها هي بي، والأرشوف ديالها هو إف ديال بي. كذلك بالنسبة لك الدالة التناقصية الزاوية في هاد الحالة، في هاد الحالة اللي جيتني تعلمت تدخل على 0.25 غير في الإنشاء، تعلمنا الفروع دابا تعلمت لك المماس. تيكون عندك عاوتاني واحد مماس مائي، يعني تنعرفو أن المماسات اللي تكونو عندك تكون مماس أفقي على هاد الشكل، أولا مماس عمودي، تكون مماس عمودي في قابلية الشقاق. بالنسبة للحالة ديال قابلية الشقاق ملي تكونو في الدالة، غنشرحهم لكم في نماذج ديال الإمتحانات التجريبية أولا مقترحات ديال البكالوريا، غنحطو إن شاء الله غنا نسالي معاكم المراجعة، غنخدمو على مقترحات، ويكون فيهم غيكون فيهم دالة مجزأة. دالة مجزأة اللي ما عارفهاش يكون فيها اف دي اكس، ولكن نادرا فين ممكن يحطوها. تيقول لك مثلا اكس ما اكبر من ا واكس اصغر من ا، ها فهمت عليك هاد اللقطة، تعرف بان هنا عندك اتصال وقابلية الشقاق. صحيح؟ أولا تعطيك واحد الدالة على هاد الشكل، تعطيك هنا اف دي اكس، تعطيك هنا الصورة ديال واحد العدد، تيساوي واحد العدد. تعرف بان عندك اتصال. صحيح؟ وفي هاد الحالة تكون عندك اتصال وقابلية الشقاق. عمرها ما تحط اتصال، عمرها ما تحط في البروجرام الجديد، عمرها ما تحط في البروجرام الجديد. ولكن ما نقولو خاطرو يحطو هاد العام، ولكن هو مستبعد، عنده واحد البورسنتاج لي هو قليل، ولكن هو داخل في الإطار المرجعي، يعني ممكن يتحط. صحيح شباب؟ حنا الهدف ديالنا الكليكة النجمي ما نخبي عليكم والو، يعني تنوعدكم نهار في الوطني تلقى شي حاجة شارحة ليك، تلقى بنسبة 90% إلى 100% ديال داكشي لي تلقى في الوطني ديال 2020 تلقاني بأنني شارحو ليك، هادشي لي غتسالوني أنا، شرحنا لكم الحالات. شو دابا الدالة؟ باش الحمد لله والشكر لله، راه بزاف التلاميذ بداو يفهموا لنا شنو هي دراسة الدالة، الحمد لله، فهذا خير كبير. من التلاميذ كانوا راه بزاف التلاميذ قالوا لي كنا نبداو في الوطني معولين بأننا ما نجاوبوش على الدالة. تخيل معايا سميت كيصيفط لك ميساج بحال هكا تقول لك أستاذ كنت كنت باغي نمشي للوطني وما نجاوبش على الدالة، نجاوب على شي حاجة قليلة. دابا ولا تيقول لك الحمد لله مشى للوطني ونجاوب على الدالة، يعني يا سلام شي حاجة اللي زوينة بزاف. هاي المهم مماس افقي باقي عندك كيفاش تصمم معادله المماس، نوري لكم في انشاء المنحنى، ونوريكم كيفاش دير نقط الانعطاف ونقط التقاطع. واحد القضيه بالنسبه نحتاجوها في التاويل الهندسي، التاويل الهندسي غنحتاجو واحد القضيه ما عارفينهاش بزاف تاع التلاميذ. نجي نشوف شحال دابا واحد، شحال من واحد يشوف دابا، غتسمعوا شي حاجه حصريه دابا ونقول لكم بلاش بلاش باش نعرف بعدا كاين واش التلاميذ عارفينها اولا ما عارفيناش. هنسولكم هاد السؤال، شنو هو ما هو التأويل الهندسي لمبرهنة لمبرهنة القيم القيم الوسطية؟ فإذا تحطات هاد المبرهنة القيم الوسطية فعندها تأويل هندسي. شكون اللي عارف لي التأويل الهندسي ديال مبرهنة القيم الوسطية يقولها لي في الكومنتات، يلا. شكون اللي عارف التأويل الهندسي ديال مبرهنة القيم الوسطية يقولوا لي في الكومنتات، نشوفوا واش عارفين هاد القضية ولا لا ما عارفينهاش.
خويا مروه راه ديجا صالح حفر حتى الجامر تدير وعاود اللايفات راه دابا مع تحل وصلنا من اللايف دابا شي 13 واقيلا اللي وصلنا دابا من اللايف اتعاود داك بالاخص اللايف اللي فات يعني واقيلا اللايف 11 واقيلا ولا 12 اتعاودوا وتفهم فورا حتى الجامر راه ديجا صالح لا اسماء الا كانت كرواسون هذيك كرواسون ممكن الا كانت دار لك كرواسون او هذيك كرواسون ممكن يكون عندك معادله تلمس في حاله وحيده الا كان عاطيك اف بريم ديال واحد العدد يساوي زيرو هذه هي الحاله الوحيده اللي ممكن ان تكون كرواسون او لا ديكرواسون ماشي التزايديه التناقصيه ويكون عندك انا قلت لك جوج حالات قلت لك الحاله تاع التزايديه التناقصيه اللي كرواسون كرواسون والحاله تاع كرواسون ديكرواسون التزايديه التناقصيه هذه من تحت لك هذه راه ما نبقاوش مسوقين حنا للكرواسون ولا ديكرواسون ها هي اللي تولي كلشي لاعب عليها وغالبا هذه من تمشيو الاشتقاق تنديرو مثلا بحال هكا تنديرو اف بريم ديال اكس وتنديرو بحال هكا تكون عندك هنا زائد ناقص تنقول بان التناقصيه تزايديه هنا تكون مثلا واحد العدد بي تلاحظوا بان اف بريم ديال بي شحال ساوي لك زيرو راه هذا انعدام راه ساوي لك زيرو الوغ فعلا ما تكون عندك اوتوماتيك معادله تلمس داكشي علاش تنقولو الناس افق فهم الفكره يا شباب عندي باش تفهمها ماشي ضروري تكون عندك ديك كواسون كواسون او بيان كواسون دي كواسون ولا تكون بالاخص عندك اف بريم ديال واحد العدد يساوي زيرو اوكي سفيان قال لي ما عرفتش سينيوري التفاتي قالت لي ما عرفتش وليد قال لي يوجد عدد حقيقي الفا من المجال بحيث اف تساوي زيرو نخلوها فهذا جواب يحترم في الاخر نقول لكم عبد الوداد قال لي نقطه التقاطع السلف مع محور الافاصل رضوان قال لي بانه مماس افقي الاخرين تاويل هندسي ديال مباراه القيم الوسطيه وانا باش حاب من واحد ما عارفوش حبت شحال من واحد ما عارفوش وكاين اللي تيقول بانه راه فاهم الداله وتعطاه مباراه القيم الوسطيه وما يعرفش بانه ديال التاويل الهندسي ديالها يلا الاخرين يقول لنا واش عارفين شنو هو التاويل الهندسي لمباراه القيم الوسطيه حمزه ما عرفش يلا الاخرين شنو هو التاويل الهندسي ديال مباراه القيم الوسطيه يا شباب يلا تقاطع السله اف مع محور الافاصيل اف دو اكس تساوي زيرو مروان جوابك يحترم الا كان حل واحد المنحنى غادي يمر منه الى جوج حلول غادي يمر بيناتهم محمد امين فجوابك يحترم ولكن صحيح ولا غلط هذا الشيء يبقى عندي انا نقول لكم من بعد واش صحيح ولا غلط دابا نقول لكم دابا ملي نشوف التأويل الهندسي راه جوج اللي قالوا لي صحيح مزيان برافو عارفينو التأويل الهندسي ديال مباراة القيم الوسطية هو أننا تنقولو بأن السل إف يقطع محور الأفاصيل في ألفا ألفا راه تنعرفو راه في القيم الوسطية ضروري تقول لك حلا وحيدا ألفا يعني فين يقطع عليك في ألفا يعني عندك جوج حالات بعض المرات راه تكون عاطيك الالفا القيمه ديالها الفا تكون عاطيك القيمه ديالها مثلا تساوي واحد ا غتمشي انت غتمشي لمحور الافاصيل وتدوزو ليا من ا من عند ا اولا ممكن يعطيك الفا محصوره ما بين ا و بي هذه ماشي 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 دقيقه يعني تمشي لمجال ا بي وتدوز منه المنحنى يعني شنو هو التاويل الهندسي ديال مباراه القيم الوسطيه هو ان السير اف يقطع محور في الفا صحيح فين يقطعوها في الفا يا اما يكون عاطيك القيمه ديال الفا يكون عاطيها ليك
او لا يقول لك حددها او لا يقول لك غالبا تعطي لك هي موجوده. تفقنا نشوف الامتحانات الوطنيه غالبا يعطي لك موجوده ولا يقول لك الفا محصوره كما كنا شفنا في مباراه القيم الوسطيه تقول لك الفا محصوره غتمشي حتى لك المجال وتدوز منه الانشاء. يعني هذه واحد اللقطه بزاف تاع التلاميذ ما عارفينهاش. صافي هذا ما كان. دابا باش ناخذ شي امتحان وطني ونديروا الانشاء ديالو كامل من ا حتى ز. ديروا الانشاء ديالو كامل. نحط لكم المعلومات هنا، نحط لكم المعلومات هنا تاع الداله ونجي نديروا الانشاء. الو ما درنا ما شفنا شي امتحان وطني بارطاجي. غنمشيو نديرو الانشاء ديال الدوره العاديه 2018. انشاء ديال الدوره العاديه ديال النورمال 2018. بارطاجيو الشباب. ما كتبتش انا المعلومات باش بنادم يدخل يفهم شنو هو المنحنى. بارطاجيو وطاقي لي زامي ديالك باش بنادم يدخل ويعرف شنو هو المنحنى. دابا نسال المنحنى بما كتبت المعلومات ديال المنحنى نتوما بارطاجيو. اول حاجه نحتاجو هي مجموعه التعريف. عطينا مجموعه التعريف هي اخ. ثاني حاجه جدول التغيرات. جدول ميني عندنا اف بي اكس قال لك بانه تناقص مؤلف زايد على المجال ضرب بلس لانفين. هذه الحاجه عاوتاني وحده اخرى. عندنا واحد التاويل هندسي. عندنا حسبنا لا ليميت ديال اكس يقول الى عندنا موال لانفيني ديال اف دو اكس بلس لانفيني. وقلنا بان لا ليميت ديال اكس يقول الى موال لانفيني ديال اف دو اكس على اكس سوت لينا موال لانفيني. كان دابا نقول لك التأويل الهندسي بجوار بلس لانفيني. بجوار بلس لانفيني حسبنا لا ليميت ديال اكس يقول الى بلس لانفيني ديال اش ديال اف دو اكس انا بلس لانفيني. وكنا حسبنا لا ديال بلس لانفيني ديال اف دو اكس ناقص اكس كان عطاتنا زيرو. الو هنا الوضع النسبي. نحتاج الوضع النسبي ضروري هو عندنا الوضع النسبي. تخيلوا معايا انا هاد المعطيات راه تنجيهم جوج معطيات تنجيهم فقط من الورقه. هي الورقه عندي تمشي نديرها. عندنا السي اف فوق كنا قالوا لنا بان السي فوق الدي فوق الدي على جوج مجالات. على اش على المجال الموال لانفيني زيرو و اش و واحد بلس لانفيني. وقال لك بان السي اف تحت على المجال زيرو واحد. ونحتاجو واحد نقطة انعطاف. قال لك راه نقطتي انعطاف خصنا نشأوه. كنا لقينا الأفصول ديال الوحدة إكس يساوي واحد والأفصول ديال لاخرى إكس يساوي أربعة. وعندنا الدالة. غنحتاجو الدالة هنا. غنحط إغ باش نكتب الدالة. الدالة عاطينها لينا الدالة في نهاية الدالة. عطينا اف دو اكس تتساوي اكس او كاري ناقص اكس والاكسبونسيال ديال ناقص اكس زائد اكس. وبالنسبة للوضع النسبي انا غنقول لكم عليه واحد اللقطة. الو باش يبقى لي انا في المنشا غندير هذا هو هادو كاملين هادو المعطيات ديالي. هادو كاملين معطيات. الو تبعوا معايا دابا شباب. يلا تبعوا معايا دابا شباب. دابا هادو كاملين المعطيات هما اللي يخلوني بانني ننشا السي دي اف. واحد الحاجه هنا ان الوضع النسبي بانه يغير اشارته. فعندنا نقط تقاطع. عندنا نقط اش تقاطع. نقط تقاطع عندنا افصول اكس يساوي واحد وعندنا اكس شحال يساوي زيرو. راه كنا ديجا محددينهم. عندنا معادله الدي غادي جاي نقدر عليها كاين هو الدي عندي. نجيو للتأويل الهندسي ديال هادي. قلنا حسبنا اف دي اكس على اكس عطانا لانفيني. قلنا فرع شال جميل في اتجاه محور اش محور حاجة لانفيني فهو الاراتيب.
هنحسب بحال احسب لنا اف دو اكس ناقص ا اكس، اش عطاتك؟ عطاتك عدد، يعني معادله اكس تساوي ا اكس زائد بي، بي شحال عندنا هو زيرو. في هذه الحاله قلنا مقارب، مقارب مائل سميناه دي، سمينا ذلك المقارب سمينا دي معادله اكس شحال تساوي اكس بجوار اش؟ هذا بجوار بلس لانفيني بجوار موا لانفيني. هذا كنا حددنا نقاط التقاطر، يعني يكون اوتوماتيك مولا كان عندك الوضع النسبي يكون عندك يكون ماشي دائما، ولكن في هذه الحاله عندنا نقاط التقاطر. عرفت عليك حد نقاط التقاطر؟ هذا بما عندك دي، دي شحال عندك اكس يساوي اكس، يعني انت عندك اكس يساوي لك زيرو. منين جبتها عوض اكس اي تساوي زيرو، اكس اوتوماتيك مولا تساوي زيرو. هنا اكس عندك اكس يساوي اكس، اكس نعوضها بواحد اكس يساوي ليا بواحد، اولا تحسبوها هنا. طيب نجم نحسبوا الصوره ديال اكس، زيرو مقاري هي زيرو، زيرو مقسم لنا زيرو هي زيرو، زيرو في الاكسبونونسيال هي زيرو، زيرو زائد زيرو هي زيرو، تمام اكس يساوي زيرو. نحسبوا الصوره ديال واحد، واحد اوكاري هي واحد، واحد مقسم لنا واحد هي زيرو، زيرو في الاكسبونونسيال واحد هي في نقطة انعطاف. هنا خاصنا نحسب اكس شحال يساوي، عندنا اكس يساوي واحد. وهنا قرا في المعطيات راهم عاطينا اف ديال ربعة، باش عارفهم بانهم يحتاجوا. راه قال لك بان اف ديال 4 يعني هو اكري شحال يساوي؟ يساوي تقريبا هو 4.2. ها هما راهم اللي قايلين لي في المعطيات. كما تلاحظوا ها هو قال لك انشئ، كما تلاحظوا عليه نقطة. الانشاء في هذه الحالة عاطين عليه اش؟ نقطة. يلا ها هو ها هو قال لك ناخذ ان اف ديال 4 قبل ما تحسبها، الا بغات تحسبها سير حسبها، ولكن كنت ذكي هما عاطينا لك هي 4.2. قال لك انشئ الدي اي هو السي في نفس المعلم، يعني فقط الا صمت الدي عندك ربع نقطه، عندك ماماس يعني شحال عاطين عليه نقطه. تخيلوا معايا ان الانشاء ديال 2018 عاطين عليه واحد نقطه. حنا نجيبو نشوفو كيفاش ممكن ان نجيبو هذه النقطه كامله، يعني اللي فهم برينسيب يجيب لي نقطه كامله، وحتى اللي ما فهمش اللي متبع معايا هيعرف كيفاش انه يجيب فيها مينيموم 0.5. يعني من هذه النقطه ناخذ 0.5. اول حاجه نحتاج، اول حاجه نركز عليها هي مجموعه التعريف. مجموعه التعريف هي ار، مني عندك هي ار رسم منحنى من الوسط، دي الحاجه الاولى. عندك اكس اي غدير هنا او، ودير هنا اي، ودير هنا جي، وتريح الارض. تقول لي علاش يا استاذ؟ كنقول لك خاصك تهتم بالوحده اللي عاطينها لك، الوحده. هنجو نشوفو، هنجو نشوفو الوحده اللي عاطينا، خاصكم تحترموها يا شباب، خاصكم تحترموها. اوكي الوحده كيعطيها لينا في البداية، هاي شا البد الوحده اللي غنمشيو بها شا ما بين او اي جي 1 سنتيمتر. هو قال لك معلم انشئ اش في معلم متعمد ممنظم او اي جي، هاهي هاهي قال لك في معلم او اي جي. وبالنسبه لاو اي جي ها هو عطانا 1 سنتيمتر، الو يعني ما بين او تال اي يكون 1 سنتيمتر، وما بين او تال جي شحال يكون؟ سنتيمتر، يعني انا غادي بواحد، يعني هنا شحال يكون؟ يكون عندك هنا 2 3 4 5، جوج. انا هادشي ما عنديش مضبوط، نتوما في الورقه ديالكم راه عندكم انه مضبوط. 2 3 4 5، شحال يكون عندك؟ ناقص واحد، ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص ثلاثة، ناقص ربعة. هنا يكون عندك هو ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص ثلاثة، ناقص ربعة. أول حاجة أش قال لك هو السؤال؟ السؤال نكتب لك منين السؤال؟ السؤال رقم 5. أش قال لك؟ قال لك أنشئ الدي و سل إف في المعلم او اي جي. او اي جي اول حاجه ترسم لي الدي، انا علمتكم كيفاش ترسموا مستقيم. ها هو الدي عندنا، ها هو الدي عندنا. الدي عندنا شباب شحال عندنا؟ اكس يساوي هو شحال؟ هو اكس. اش قلت لكم انا في اللايف اللي فات؟ قلت لك باش ترسم اي مستقيم واش خاصك؟ جوج نقاط. اكس تعطيها قيمه من عندك، تشوف اكس شحال يساوي. اكس مثلا تعطيها زيرو، الى عطيت اكس يساوي زيرو، إكغي شحال يساوي لي؟ كدير إكغي، إكغي شحال يساوي لك؟ زيرو. يعني هادي هي النقطة الأولى. نعم عندك إكغي يساوي إكس، نعطو شي نقطة تانية هي واحد مثلا، إكس يساوي واحد، يعني إكغي شحال يساوي لك؟ واحد.
نسيت اسامي جوج نقط الاضافه فقط. قلت لكم البارح اللايف ديال البارح قلت لكم هذا تنديرو فاش في الورقه ديالاش ديال الوسائل. غتمشيش ترجع ليا هاد النقط زيرو زيرو يصف المعلم واحد واحد يعني بزوجهم موجبين يكونوا في الباط يعني تساوي واحد هو هذا ندير الاسقاط ديالو على المولي لانه خصني نمشي عند واحد ديال اكريد واحد ديال هذا هو هذا يعني هي النقطه الثانيه ما بين هذه النقطه وهذيك النقطه ندوز المستقيم ها هو المستقيم ديالي مستقيم هو هذا بحال هكا راه نقول لها نسمي دي اللي هو اش هو اكريد يساوي اش اكس يعني تخيل الا رسمتي غير هذا تقدر تاخذ عليه 0.25 غير هذا خليها بحال هكا لانه قال لك انشئ المستقيم دي الا نشأتي تاخذ عليه نقطه ديالك خلاص الو هاي يعني ما بين النقطة 0.25 وعلمتك انا كيفاش ترسم مستقيم في كان تغيير على الشيء الثاني فهذا ما نحسبوش الداله اصلا راه ديجا حاسبين زيرو ديجا تكون حاسب انت في الدراسه الداله قبلها زيرو عندنا هو زيرو يعني يكون في اصل المعلم زيرو كاري هو زيرو زيرو نقسم منه زيرو هو زيرو زيرو في الاكسبونسيال هو زيرو زيرو نزيدو زيرو هو زيرو سير نشأو اي حاجه بانت لك بانك تشفر منها شي تخطف منها نقطه سير رسمها ماشي بالضروره خصو يكون داكشي كامل صحيح فهمتي الرسمه اللي سميتو يعني المماس يكون الفوق يعني يضرب بحال هكا تخيل إذا رسمتي تاعي عندك على 0.25 تقريبا هي دابا جاية نص نجيو نكملوش الآخر اللي بقى لينا هنا غنمشيو نرسمو الفروع الفروع اللانهائي المرحلة الثانية من تترسم واش يقول لي واش يكون فوق على الفوق على الفوق على اليسار او تحت على اليسار يلا قولوا لي يا شباب يلا قولوا لي فين يكون الشباب اللي متبعين معايا مروان ضروري العبار من الافضل ديال العبار ضروري العبارة واحد سنتيمتر راه تكون عندك مسطرة شباب اللي متابع معايا اللايف يقول لي دابا عندنا دابا فرع شل جميل في اتجاه محور الاراجي فرع شل جميل في اتجاه محور الاراجي بجوار اش بجوار الموانفين هو التخصص ديال الموانفين قولوا لي المنحنى واش يكون هو هذا الفوقاني او لا يكون هو هذا التحتاني يلا جاوبونا يا شباب اللي كانوا متبعين معايا قول لي واش يكون الفوق اللي كانوا متبعين معايا قول لي واش كاين الفوق ولا كاين التحت يلا شباب اللي تبعي معايا قول لي واش الفرع واش ناخذ الفوقيني ولا ناخذ التحتيني بالنسبه للفرع واش بالضبط الحال يكون هنا ممكن يكون هنا ممكن يكون هنا ممكن المهم خصو يكون فرع انا اهم حاجه يكون فرع المهم قول لي واش يكون الفوقيني ولا يكون التحتيني الفوق على الليزر اصلا اللي من ما كاينش اصلا اللي من ما كاينش انا على الليزر قول لي واش كاين الفوق ولا كاين التحت محمد قال لي كاين الفوق الاخرين شباب الاخرين عبد الرحيم قال لي كاين الفوق
شي دابا الناس اللي داخلين لاباج يعني مباشره، كل اللي دابا كل اللي تكون ما داخلش لاباج يعني دابا تمشي عليه اللايف صافي تتحنسر. هادشي زي ما تنقول لكم باج، ودائما نفعلوا هذاك التفعيل ديال سميتو باش نلوح شي حاجه توصلك. هذا دابا كاين اللي كان غادي متبع مزيان دابا يولي صادق محنسر. يلا يلا كاين الفوق هيك الو، باش اننا ما نضيعوش الوقت يكون الفوق. اصافر اصلح حتى هادشي هاي كل فوق. علاش؟ لانني حسبت عند مو عطاتني بلوس، ها هو التقسيم ديال الموانئ في كاين الفوق المقارب دير بالنسبه للفرع ديرو في اي بلاصه، اي بلاصه دخلت لك خاطرك هنا ديرو الفرع. ها هو نديرو انه هنا ها هو الفرع ديالي مزيان، حتى هو هذا تاخذ عليه نقيته. اما الا جيتي عاوتاني صفط عليا ما بين البلاصه ناري، ها هو داله تناقصيه من موالفين هو زيرو شتي، ها هو زيرو ها هو زيرو شتي. كي داير الداله من موالفين راه موالفين راه بقى غادا غير حنا طلعنا هنا من هنا، يعني كي داير الداله تناقصيه يعني البلاصه راه نشعتها قال لي غير البلاصه. ندوز عندنا اف دو اكس، حسبنا قلنا عطاتنا هذه قلنا بانه مقارب مائي بجوار بليس لانفين، ها هو بجوار بليس لانفين المقارب، ها هو المقارب مائي المعادله تؤدي المقارب بوزيسيون ديالو يكون هنا ولا لتحت، غير لتحت ولا الفوق. شكون اللي يتحكم في المقارب المائي الوضع النسبي؟ كما لاحظتم معطينا الوضع النسبي، ولكن انت تجي تهتم ليا بالوضع النسبي هنا بالنسبه لهنا تهتم ليا بجوار بلوس لانفيني. فين هو بجوار بلوس لانفيني؟ فين هذا بجوار مول لانفيني؟ هي بجوار بلوس لانفيني شتا، هي بلوس لانفيني. بلوس لانفيني فهو السيل اف مالو فوق، غيكون الفوق الو، غيكون الفوق غيكون هنا. ثاني حاجه بما انني باقي في الوضع النسبي يكون عندك تقاطع، تقاطع اش؟ تقاطع السيل اف والمستقيم ديالك. فين يتقاطعوا لك؟ يتقاطعوا لك جوج نقاط، زيرو زيرو هي اصل المعلم، هي هذه الاولى، هي نقطة التقاطع الاولى، ونقطة التقاطع الثانية هو اكس يساوي واحد وكي يساوي واحد، ها هي، يتقاطعوا لك هنا. ولاحظوا بأن السيل اف كي دير على المجال زيرو واحد، ها هو المجال زيرو واحد، فالسيل اف فهو تحت، يعني من زيرو واحد خاصو يكون تحت، ها هو من زيرو واحد خاصو يكون تحت، نورمالمون هو ما يضربنا خاصو يقطع، يعني خاصو يمشي بحال هكا. الو هذاك شي واحد يمشي يصوم بحال هكا، دوز شويه قلم خفيف، دائما الرسم رسمه بالقلم، حتى تقادو كامل بنسبة 100% بلاش دوز من فوق قلم ستيلو، مزيان يعني هاد البلاصة نشأتها، هادي نشأتها، نقط تقاطع ما عنديش نقط تقاطع، باقي عندي واحد اللعيبة واحدة أخرى هي شناهي، باقي عندي نقطة انعطاف، عندي في جوج نقط، النقطة الأولى إكس تاعها، يعني النقطة الأولى نعتبرو واحد النقطة إكس تاعها يساوي واحد، إذا تاعها يساوي واحد. والنقطة الثانية إكس تاعها يساوي 4 و إكس تاعها هو 4.2، نبداو بنقطة انعطاف الأولى، هاهي هو نورمالمون الدالة كي كانت غادا، الدالة حنا هاهي نقطة انعطاف الأولى هي واحد واحد، نمشيو نلصقو النقطة الثانية إكس تاعها شحال يساوي، دائما هو إكس، وهذا شناهو هو إكغيك، إكس شحال يساوي 4، إكس يساوي 4 هو هذا، و إكغيك يساوي 4.2، يعني 4.2 تقريبا. دينا الإسقاط، دينا الإسقاط ديالها 4.2 تقريبا تقريبا تجينا، تجي فوق المستقيم بواحد شوي تقريبا، هاهي 4.2، هادي شناهي هاد النقطة هي 4.2، وهادي شحال هي 4، غتكون عندك واحد نقطة انعطاف هنا، نورمالمون واش غيدير؟ نورمالمون منحنى كان غادي هنا، كان غادي هو طالع نورمالمون، كان غادي طالع. اش يوقع ليه؟ ايوا نورمالمون كان غادي يدير بحال هكا، ولكن اجي تاني لهنا هو ينعاطف يدور واحد الدوره، من يدور واحد الدوره ضروري خصو يمس ليا ديك النقطه انعطاف ضروري، شي كهذا ونحيدو هذا من هنا، يعني وقعت لي واحد النقطه انعطاف هنا، حتى هنا كانت لي نقطه انعطاف، اش كان خاصو يدير؟ يعني نورمالمون كان خاصو تما غادي بحال هكا، واحد شويه ينعاطف، ينعاطف واحد شويه، ويمشي لينا عند اش؟ عند يعني هو نقطة انعطاف عاوتاني وقع لي واحد الفيراج هنا، أو نبين لهم فيراج، هو الفيراج وقع هنا، نقطة انعطاف الثانية وقع لي هنا، يعني لاحظوا أنه حتى كان غادي تيبعد، لاحظوا أنه كان غادي تيبعد، وصل هنا من تما غادي يمشي يقرب، بطبيعة الحال أوتوماتيك باش يوصل عند المقارب، صافي هذا هو الإنشاء ديالي، هاد المعطيات كاملة اللي من بديت تاع الدالة من السؤال رقم واحد حتى قبل أنشي، ها هما فينا هما كاملة وزعنا عليهم. انا مثل الاخر تقول لي ترسم لي هذا وتقول لي هذا رسميته سيل اف،
ودائما دائما المنحنى خصو نفس التغيرات، خصو نفس يكون عنده نفس التغيرات تجذب التغيرات من مولا فيني زيرو ازر مولا فيني هي هذه كامله باديه من هنا. شو كي دايره الداله تناقصيه من زيرو ل بلس لانفيني. شو كي دايره الداله من زيرو ل بلس لانفيني شكون الداله ولا الداله غادا كيديرها تزايديه هذا. ففقط رسمتي غير هذه ورسمتيني فقط غير هذه ورسمتيني غير هذا المسار المستقيم تي تاخذ واحد 0.60 نقطه غير تاخذ 0.75 يعني شيء خاص نقطه انعطاف هاد الجوج ونقط تقاطع وريتيهم ليه ناري قول لي واش مفهوم شباب. ها هي نقطة انعطاف فما شرحتهم ليك. دابا نقطة انعطاف هو فيراج بالدارجة ديالنا شنقولو فيراج. مادام تكون غادي لهاد الجي تجي لهنا تلقى واحد الفيراج تولي غادي تولي مبدل المسار ديالك تغير المسار. يعني نقطة انعطاف كانت هنا نورمالمون الدالة كي خاصها تمشي من هنا تزايد من هنا باش نابطة باش طالعة، ولكن جيت هنا نعرف لقات واحد نقطة انعطاف هي كانت غادا لهاد الجي ولا دايرة لهاد الجي. هنا تلاحظوا ان نقطة انعطاف راه كانت غادا تتبعد، لاحظوا ان تقريبا راه غادا تتبعد. جيتي لهنا غيبقى لها واحد الفيراج هي نورمالمون راه غادا بحال هكا، ها هي غادا بحال هكا غادا تتبعد. جيت لهنا وبقى لها واحد الفيراج تما غادا وتقرب عند المقارب صحيح. اول مقارب شنو هو الهدف ديال الوضع النسبي؟ هو هنا الوضع النسبي هو انه يساعدني في الانشاء ويحدد لي ايضا نقط تقاطع. بالنسبه لنقط التقاطع ماشي دائما تكون. واش مفهوم هاد المنحنى؟ يلا يلا عاودت اخويا محمد عاودت نقطة انعطاف. نقطة انعطاف كيفاش رسمت؟ راه عادي نقطة انعطاف. نقطة انعطاف عندك واش النقاط؟ عاد إلا رجعت لنقطة انعطاف عندنا الأسطور ديال إكس تساوي واحد وإكريب وإكس تعالي يساوي أربعة. ألو عندك إكس باغي تلقى إكريب، تمشي تعوض. انا مشيت عوضت تلقى واحد اصلا حنا معوضينها ها هي في النهايه. وربعه عندك الاسطور خاصك تلقى لي ارجوبه يعني خاصك تحسب لي اف ديال ربعه سال كالكولاتريس وعوض اكس كتب الداله وعوض اكس بربعه. هما سيدي قال لك بلا ما تعوض حنا نعطوها لك هما عاطينها لك عطوك بان اف ديال ربعه راه وريتها لكم اف ديال ربعه هي 4.2 صافي تعرف تصير نقطه. النقطه الاولى اكس هو اكس هو اكس تساوي واحد هو واحد هو هنا تقاطع تاع جوج نقط في دائما اكس تندير اكس قد تاعو عمودي ايكغيك يكون الاس قد ديالو افقي. بما ان هذا موجب وهذا موجب انا نشوفهم هنا بما ان النقطه فيها بجوج موجبين نشوف في المربع الاول. الا كان اكس موجب وايكغيك سالب تنشا هنا صحيح. الا كان اكس سالب الا كان اكس سالب وايكغيك موجب تنشا هنا. كان اكس سالب وايكغيك سالب فتنشا النقط تنشا هنا صافي. النقطة الأولى. النقطة الثانية إكس تاعي يساوي 4 هاذي و 4.2 هي 4.2 تقريبا هاذي درت لهم الإسقاط بيناتهم و هي نشأت نقطة انعطاف حددتها هنا. إلا درت شي بحال الكروة يكون حسن من الأفضل إلا محسن الكروة بحال هكا ودوز من فوق المنحنى باش يعرفوا بأنك درت شي نقطة انعطاف. ألوغ أنا رسمت هاد العيبات بحال هكا ولكن غير النقط المسترسلة القطيعة خفاف متوركوش عليها بالستيلو ها خفيف داكشي ولا دايرهم بقلم الرصاص. هاد النقط هاد النقط التقاطع دايرهم بقلم الرصاص ولكن هذيك النقطة ورك عليها واحد شوية هاد النقطة التقاطع على النقطة انعطاف ورك عليها باش تبان المصحح بأنك درت الأمور ديالك. خويا زكريا جوج جوستا ما تكونش المهم خويا زكريا نصيحة اللي نعطيك هو من يعاود اللايف عاودو راه جوستا تكون ما باديش معايا من البداية راه هادشي كامل شرحته انا كيفاش نشأ كيفاش نشأت هذا وكيفاش المستقيم كلشي شرحه شرحه في اللايفات اللي قبل وعاوتاني دارو بديت نديرو انشاء كامل. خويا زكريا عاود ان شاء الله عاود وتفهم. خويا حمزه 15/20 مزيان 15/20 ربات زوين يعني 115/20 ولا 0/20 وافق بغافو السلم السلم بلا ما لا السلم خاص تحترمو قول لي 1 سنتيمتر ولا قول لي قول لي ولا ترجع الفوق قول لي لدينا قول لي لدينا ولا قول لي لدينا الوحدة الوحدة ديال جيل او اي جي هي شحال هي 1 سنتيمتر
صافي راه تميتي غادي حتى بواحد جوج ثلاثة أربعة خمسة راه احترمتيني الواحد راه باينة هادي. السؤال ماشي دابا، راه اصلا انت ملي درتي راه قلت لك، راه ملي درتي او اي درتي واحد جوج ثلاثة راه احترمتي لي السلم. اسمع قالت لي واش تنديرو اسقاط ديال ربعة فاصلة جوج على اللاكس ديال الاكس اكس. لا 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 هاد ربعة فاصلة جوج راه درت لها الاسقاط دائما ديال اسقاط افقي، ديال اسقاط افقي يعني هو راه نورمالمون اسقاط على غير على اكري، و اكس ديال اسقاط ديالها بوحدها يعني اكري الاسقاط ديالها بوحدها و اكس يعني هاد الاسقاط اللي درت انا دابا ديال جيل اكس و الاسقاط اللي درت انا دابا راه ديال اكري، يعني ربعة فاصلة جوج راه تبع اكري ما تبعش اكس، ما درتش انا في اكس راه ربعة فاصلة جوج فقط درتها على اكري، اكس راه درت لي ربعة ها هي اكس تساوي ربعة. محمد مفهوم مزيان. دابا نمشيو نديرو شي منحنى واحد اخر، شنو نشوفو شي منحنى واحد اخر. شتي الا تعلمتي ترسم غير هاد الفرع اللانيائي هو هاد المقارب وهاد المستقل من نقطة الناس راه خير كبير، يعني المهم مضيعش ليك هاد النقطة، حنا الهدف ديالنا النقطة تضيع، لأن هاد النقطة هادي راه تقريبا راهي 6.5 في الفلسفة والإنجليزية يعني مخبارش، واش مفهوم؟ يعني هاد النقطة راه دايزة فيك، راه ممكن تجيب راه هاد النقطة اللي نتا حاضرها ممكن أنها تخليك تجيب مونسيون تخي بيان، أولا ممكن تخليها تجيب المونسيون او لا ممكن تخليك بانك تنجح، حيت بطبيعه الحال راه عارف بانه كاين مشاكل في ماتير اخرى. انا دابا المات مزيان، شكون اللي يقول لي بانه الفيزيك والسيونس عندكم مزيان؟ شوفوا مع الشباب يعني اي نقطه ما تسترخاهاش، ما تقولش لا راه نقطه صافي كيف والو، لا نقطه سير جيبها 0.001 راه يزيد فيكم ولا مخبار. الو رسمنا هذا، نمشيو نرسمو شي منحنى اخر، منحنى اخر نمشيو اه هو هذا زوين ديال الاستدراكية 2017، نمشيو الانشاء ديال الاستدراكية 2017 نمشيو تاهو كيف العادة شباب، بما كتبت المعطيات اللي رسم بهم المنحنى فبارطاجيو باش الناس هذوك اللي هربوا يلقاو عاوتاني اللايف، بارطاجيو طاري لي زامي ديالك. ما تنساوش الشباب دائما تبعونا على موقع التواصل الاجتماعي بالاخص الانستغرام، ها هو الانستغرام اللي هو ديال @sofian.nojmi ويطلع لي صحيح يا شباب. مرحبا بكم كلشي لانه تما كنحط بزاف السلاسل ملخصات وداش. الو فهنا ندوزو الاستدراكية 2017 راتراباش فينا ماركوس اختم غنكتب كيف العادة المعطيات. أول معطى غنحتاج وحدة، الوحدة اللي عاطينهم هنا وحدة ألو الوحدة أي هنا عاط جوج سنتيمتر خاصك تحترمها، وحدة جوج سنتيمتر هذه أول حاجة. ثاني حاجة مجموعة التعريف عندك يا إر يعني من موال لانفيني تارين تال بلوس لانفيني. ثالث حاجة اللي نحتاجو هو جدول التغيرات، جدول التغيرات قال لك ان اف تزايد على الموازن موال انفيني زيرو، موال انفيني اي موال انفيني زيرو تزايدية، وهذه التناقصية صافي هذه اف اكس غنعرف اوتوماتيكمون بان في هاد البصرة عندك ماماس صافي هاي واحد ربع نقطة مضمونة. ثاني حاجة اللي نحتاج هما الفروع اللانيائية تحت من المحانة، نحتاج الفروع اللانيائية حسبنا لانيميت عطاتنا موال انفيني أيه. من بعد قلنا حسبنا غالي مش عاد موال انفيني ديال اف دو اكس ناقص اكس زائد واحد كانت عطاتنا زيرو، من هاد قلنا لها التأويل الهندسي ديالها. نمشيو عند بلوس لانفيني، عند بلوس لانفيني حسبنا غالي مش عاد بلوس لانفيني ديال اف دو اكس عطاتنا شحال، عطاتنا موال انفيني. من بعد قال لك فرع الشل جامي،
نحسبوا اف اكس على اكس تعطيك لي تعطيك هي بلس لانفيني تعطيك هي موال لانفيني. حسبنا لا ليميت ديال بلس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس عطاتنا اش موال لانفيني. حنا تأويل هندسي. ثاني حاجة نحتاج الوضع النسبي، راه قالوا لك الوضع النسبي، راه قالوا لنا الوضع النسبي، قال لك المنحنى سي يوجد تحت المستقيم نتاعي، الوضع النسبي. غنحتاجو نقطة انعطاف، نقطتي انعطاف تاعنا عندنا نقطتي انعطاف، نقطتي انعطاف عندنا جوج، عندنا الوحدة الأفصول ديالها هو ناقص ثلاثة، عندنا يعني إكس يساوي ناقص ثلاثة، والآخر إكس شحال يساوي؟ ناقص واحد. إكغيك، بالنسبة لإكغيك ديال شناهي؟ راه هي إف ديال إيش ديال ناقص ثلاثة، شحال تساوي لي؟ راه هما عاطينها لك هي ناقص جوج فاصلة خمسة، وبالنسبة لهنا غنديرو ناقص واحد، إكغيك تاع إف اللي تساوي ناقص واحد، راه عاطيك هو كلشي، قال لك أسيدي كاع غير ما تحسب، عاطيك قيمة تقريبية 0.75. انطلاقا من هاد المعطيات اش خاصني انا ندير؟ خاصني نرسم منحنى، نمشي نرسم هذاك نقول الفروع اللانهائيه، قلنا هذا فهو مقارب، مائي، راه عاطينك المعادله ديالو، سموه ليك دي، المعادله تاعو إكغيك، تساوي إكس زائد واحد بجوار، اش موال لانفيني، وهنا خرج ليها لانفيني فهو فرع. شد جميل في اتجاه محور الأراتيب، ولكن بجوار يعني هاد البلاصة هاد المقارب المائي، يعني باش نعرفو فين كاين نحتاجو غنعرفو كاين تحت بأش بجوار موال لانفيني، التخصص ديالو هو أش الوضع النسبي، هنا فعشر جميل راه صافي. رفع عشرة جنب المحور الأرتيب عارفو، حسبتي عند بلوس عطاتك موان، يعني كنت في هاد البلاصة هنا، حنا ولينا عارفين القضية كي دايرة. هنا عندك واحد المماس، في زيرو، غنمشيو نحسبو إف ديال زيرو، خاصني نحط لكم الدالة، اللي عاطينا هي إف دو إكس تساوي إكس زائد واحد ناقص إكس أو كاري زائد واحد في إكس بولونسي ديال إكس. زائد واحد اللي هي واحد، إكسبونسيال ديال زيرو هو واحد، يعني نعطيك هو واحد، زيرو نزيدوها واحد اللي هي واحد، واحد نقص منها واحد، واحد نقص منها واحد عطيك زيرو، يعني هي زيرو، يعني هي أصل المعلم، يعني بحال هذا اللي كنا خدمنا دابا تاع 2018. دابا نمشيو نرسمو المنحنى، دابا تبعوا معايا يا شباب، أنشئ، كما تلاحظوا عاطين عليه نقطة، واحد نقطة، أنا هذيك النقطة غنعرف بأنني نشفر فيها أكبر عدد من ما يمكن. هاو نوريكم السؤال. سفيان العلاوي الشريف، جيت معطل أستاذ وبقى من الأفضل بقى، فهمتي؟ من الأفضل بقى على الأقل إلا استفدت شي حاجة بعدا كاين وعاودت اللايف وعاودتني زدت، فهمتي؟ راه خير كبير. هاي كما أنشئ شحال عاطل عليها شباب نقطة. إيج يعني أو إيج خصك تحترم الوحدة، من قال لك أو إيج رسم مستقيم دي. رسم مستقيم دا تاخذ عليه نقطة، وهما المعطيات اللي قلت لكم قبيله هما عاطيهم لينا، صحيح؟ انطلاقا من هاد المعطيات رسم انشاء السلك، كيف العادة غنحتاج أول حاجة خصني نحتارم الوحدة، رسم مستقيم عندك إيغ، يعني ترسمو ليا من الوسط، إيغ، هنا إكس، هنا إكغيك، أول حاجة، ثاني حاجة باش دير ليا الوحدة أو إي جي. ولكن فير طونسيون هنا تقريبا شحال تكون تقريبا هنا؟ هنا تقريبا كاينه جوج، لان الوحده شحال عندي هي جوج، الوغ من تما غادي بجوج، يعني من هنا لهنا جوج، الوغ نفس المسافه اللي من هنا لهنا تكون ربعه، المسافه اللي من هنا لهنا سته، راه بيج هذا، راه الا ما احترمتيش يبداو ينقصوا لك النقط، تلاقى مع شي واحد اللي هو حقير يضرب لك على كل شيء يقول لك ما احترمتش ليا الوحده، لكن فير طونسيون يا شباب، اول حاجه ركز لها البال هي الوحده، هنا تما غادي بجوج. يعني عندك هنا 4 هنا 6 هنا تكون عندك 8 هنا تماما هنا شحال تكون عندك 4 6 8 هنا شحال تكون عندك هنا ناقص 2 ما تثبت لي بحال هكا تيعرف بانك كاين ناقص 6 ناقص 2 ناقص 4 ناقص 6 ناقص 8 صافي هذه اول حاجه ما قال لك انشئ المستقيم دي ملي قال لك المستقيم دي هو عندك المستقيم دي تنشئ انا راه علمتكم كيفاش نشؤوا مستقيم دي سلوا الوسخ ديالك
الوسط ديالك الوسط ديالي عندي إكغيك شحال تساوي هو إكس زائد واحد. نمشي نرسمو الطابلو تاعنا، نعطي إكس، إكس قيمة من عندي ونشوف إكغيك شحال تساوي. إكس عطاوها قيمة من عندك، مثلا نعطي إكس تساوي زيرو، شحال توليك زيرو زائد واحد هي شحال؟ هي واحد، هي النقطة الأولى. دابا نعطي مثلا واحد، إكس عطيتها شحال عاوتاني واحد، وليت عندك واحد زائد واحد هي شحال؟ النقطة الأولى. النقطة أش؟ النقطة الثانية. نمشي نشأهم، إكس يساوي زيرو، قلت لكم منين تكون إكس يساوي زيرو، غنمشي فقط نرسمها على شكل إكغيك، إكغيك يساوي واحد، ها هو إكغيك، تقريبا قلنا هنا جوج، يعني واحد تقريبا جانا، ها هي النقطة الأولى. نمشي نشأ النقطة الثانية، إكس تاع شحال يساوي؟ واحد، تقريبا هو واحد، ياك هو واحد، وإكغيك تاعه هو شحال هو جوج، يعني عندنا الإسقاط، يعني تكون هنا، هادي هي النقطة. راه اللي اختار ماشي بالضروري تختار زيرو واحد، اختار أي نقطة. ولكن دائما اختاروا النقاط اللي هما اش، مثلا مثلا اختاريت مثلا ناقص واحد، مثلا باغ اكزومبل اختاريت ناقص واحد، ناقص واحد شحال تعطيك زيرو، صحيح؟ يعني اوتوماتيكمون دوز تقريبا، انا غير ما هادشي ما عندي ما نقالش، دوز من اش؟ اكس تساوي ناقص واحد، اكس تساوي ناقص واحد تقريبا جات هنا، شيء ضروري مرور مستقيم، ماشي بالضروري بطبيعة الحال تاخذ أي نقطة قلت لك أنا، خذ كما شرحت لكم قلت لك خذ شي نقطة اكس، عطيها شي نقطة من عندك، ولكن تكون قريبة بزاف. الو دابا باش بقى لي باش نرسم مستقيم بدي، بقى لي الا نصير، نصير ما بين هذوك النقاط، صافي، هذا هو شناهو؟ هذا هو الدل المعادلة تاعو على كيفاش تساوي اكس زائد اش واحد، صافي، ها انت صافي تدخل عليه 40 نقطة. نرجع عاوتاني واحد القضية سهلة، ماماس، بما أن الدالة التزايدية تناقصية فهاد القنقوم يكون عندك ماماس، اكس تاعو شحال يساوي؟ زيرو، اكس تاعو يساوي زيرو، أصل المعلم، يعني يكون هنا. هذا هو الماس، غير الماس فين يكون؟ يكون الفوق ولا تحت؟ شوف التغيرات فين بقى التغيرات بقى لتحت، ألوغ الماس يكون هنا، هو الماس، مزيان، أرسمتي هذي ورسمتي هذي راه صافي راه خير خير بوات الكبير، أول حاجة الإنشاء تعرفوا بأنه كي تحت من الزيرو، يعني هو الزيرو يكون تحت، الإنشاء يكون في هاد البلاصة هنا، نجو، 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 قال لك مقارب مائي، معادلة شو، مقارب مائي شكون اللي تتحكم فيه؟ تتحكم فيه الوضع النسبي. قال لك المنحنى السي يوجد تحت الدي، يوجد تحت الج، بجوار اش؟ بجوار موالان فين؟ هي موالان فين؟ يعني يكون هنا لتحت، مزيان انا فهمت غادي قرب، باغي بسرعه دوز هادي مع هادي، ولكن نشوفوا الا عندنا شي نقاط نعيطها فوق داك الشيء. الو نشات هادي فرع سجم اتجاه محور الاراتي بجوار بلس لانفين، ها هو فرع سجم اتجاه محور الاراتي، يعني ممكن يكون هنا ولا ممكن يكون هنا. نجي شكون اللي تحكم فيه؟ تحكم فيه اف دو اكس، باش نعرف البوزيسيون ديالها ماشي الاف دو اكس، حسبت عند بلوس عطاتني موان، الو غيكون لتحت، قلت لكم قبيله غيكون هنا، مش بالضروري يكون هنا، ممكن دير هنا ممكن دير هنا ممكن دير هنا، المهم واحد البلاصه اللي يجي مع الانشاء، غادي نحدد دابا هذا هو مشى، اش بقى ليا؟ بقى ليا اكس ديال الاولى هو ناقص 3 ناقص، تلاحظ بانهم جوج مسالبين، الو غيكونوا هنا، اكس يساوي ناقص 3. إكس يساوي ناقص 3 تقريبا ناقص 3 راه جات هنا ناقص 2.5 ها هي ناقص 2، يعني تكون عندك 3 تقريبا جايه هنا هنا في هاد البلاصه تقريبا تكون واحد النقطة. نتوما راه يجي عندكم داكشي زوين، نتوما يجي عندكم داكشي زوين ماشي بحالي انا، لانني انا هاد النقط ميمكنش يكون هذا بحال بحال، لان ما عندكش مسطره، نتوما يكون عندكم كارو يكون عندكم مسطره داكشي مأنتب، يعني الانشاء يكون احسن. نجيو لهنا النقطة الثانية هي نقطة الانعطاف الأولى، هاي حددتها، نقطة الانعطاف الثانية، إكس تاع شحال يساوي؟ ناقص واحد، هاهي ناقص واحد، إكس يساوي ناقص واحد هي هاذي، وإكغيك تاعها هي شحال؟ هي ناقص 0.75، ألو غيكون هنا ناقص واحد، يعني تقريبا تكون جاية هنا، هنا، ألو شنو المنحنى دابا كاين؟ يعني الدالة تما غير بحال هكا، يعني غادي تلاحظ مقارب ياك، يعني قريب من هنا قريب ماشي مغارب ماشي بعد، ماشي مغارب ماشي بعد على المستقيم، يعني اوتوماتيكمون هو خاصو يدوز من هنا، بعد اللايف تاع غدا ان شاء الله نعاود ندير لك المنحنى، نعاود ندير لك المنحنى ونشرح لك باستعمال كالكولاتريس، دابا وريتك البرانسيب، وليت تعرف فين كاين فرع الشرجة اليمينة، وليت تعرف نقاط انعطاف، بالنسبة للكالكولاتريس واش تعرف تحدد لك نقاط انعطاف، يعني انت خاصك ديرها المقارب. فهمتي المقارب المستقيم
راه فهمتي راه غدا في الله يبدل غدا نوريك كيفاش مشى المنحنى بالسماء دابا تعلمنا لاباس ديال المنحنى غدا الو غدا ما يكونش الو هو مني كان غادي هو نورمالمون غادي يمشي بعاد غادي اش يولي دابا اين عاطفي مش ما غادي يمشي قرب هو غادي وقرب غادي يمشي قرب غادي يمشي قرب ولكن هو غادي يمشي قرب فاقين هو زعما كنا غادي يمشي قرب ولا غادي يمشي بعاد على هو ولكن جيت هنا هو يدير واحد الدوره هو باش يمشي عندنا ومن افضل حاجه هو الرولي نقط انعطاف دائما ندير على شي كروه بحال هكا باش عرفها بانها نقطه انعطاف يعني راه نعاطف يعني كان هنا نعاطف هنا عاوتاني نعاطف هنا في هاد البلاصه ما كاينش عندك نقطه انعطاف يعني اي بلاصه بانت لك دير عندها الفرع الشرجاني يعني هو ضرب هنا اوتوماتيك ما يهبط ويبقى من تما غادي فرع الشرجاني صافي ثم تلاحظوا ان الداله من موالاه فيتر زيرو من موالاه فيتر زيرو كيدير الداله فعلاش بالك بان غدا تزايدي ومن زرت طلع لك مسلم فيني هو غير محدود راه مش مغادي حتى هنا راه مش مغادي راه غير مقارب شكون اللي قال لي انا واقف هنا راه غير تندير لي التمثيل بانه راه واقف تقريبا هنا ها هو فرع الشرجان في اتجاه محور الاراجي اجي لنا وتقول لي بانه هو سير اف ودائما في الانشاء حاولوا انكم تبعدوا على السير الاحمر او السير الليموني ولا شي حاجه بحال هكا يعني الالوان اللي هي قريبه للاحمر بعدوا عليها يعني الانشاء انشاء المره الاولى باش ننشئوا بقلم الرصاص انشاء تحدد نقاط قلم الرصاص بلاش من النقط الاخر يكون داكشي مضبوط دوز على قلم الرصاص من فوق ستيلو طري الحال معاك لاكوم باش الا جاب بلاصه بلتي الورقه كامله ا زيرو ولا تقاد لي بلون حاول انكم تبعدوا من بلون المنحنى قول لي شباب واش مفهم منحنى اللي داخل معايا قول لي واش مفهم منحنى تيفاوين تيفولكا ماشي مشكل غيبقى مسجل غيبقى مسجل عاود اللي ما حضرش في اللايف راه يعاود راه تبقى اللايف تنحطو حتى في اليوتيوب الناس اللي داخلين قول لي واش مفهم الا فهمتي كلشي راه بغافو مزيان ما فهمتيش كلشي خاصك تعرف ليا تعرف تجاوب على ماكسيموم دو ماكسيموم وفاء برافو بعدا كاين فهمتو هذاك عبد الرحيم برافو يعني مينيموم من هاد النقطة شباب مينيموم من هاد النقطة خاصك مينيموم ما دير حتى شي حاجة خاصك تجيب لي 0.5 راه كاينة غير فقط رسمتي غير هذا وهذا وهذا راه يعطوك عليك أما إلا زدتي لي لا المماس تيكون لتحت المماس اسماء المماس تيكون لتحت المماس الطونجون تيكون لتحت الا كان كواسون دي كواسون و تيكون الفوق الا كان دي كواسون كواسون المماس تيكون لتحت الا كانت تزايديه تناقصيه و تيكون الفوق الا كانت تناقصيه تزايديه يعني امر بسيط جدا صافي راه تقريبا يعني الكليكه اللي داخله يعني تكونوا متبعين معايا لي لايف من البدايه راه الاغلبيه تاعها ما يكون فهم برينسيب رضوان فهم يلا الاخر الاخر يلا شباب الاخرين واش نفهم ولا نفهم شويه خاصو ما يكونش تكون قل من النص وصافي الا كنتي مثلا تعرف ترسم انت اخويا محمد انت قلتي 0.5 راه فابور في المنحنى راه غير نتوما تتخلعوا اولا نجيكم من الاخر بعد الاساتذه الله يسمح لهم واش يعرفوش يفهموكم كيفاش تنشئوا المنحنى اولا حتى في ليكور راه حتى اللي في ليكور تدوزوا السويع راه باش يعلموكمش كيفاش تنشئوا المنحنى مزيان واش مفهوم باش نكونوا واقعيين يعني التلاميذ اللي نخدم معاهم امس نحاول بانني نفيكس عليهم انهم يفهموا الداله من تلخر تنشد المنحنى و تنبقاو خدامين عليه بطبيعه الحال نبقاو خدامين عليه بحال هكا مره جوج ثلاثه خمسه ايوا تولي بالي المنحنى شي حاجه راه بايصله يلا تبارك الله عليكم يا شباب بالنسبه لللايف تاع غدا غيكون واحد اللايف خفيف ظريف نعاود عاوتاني نديرو بعض الانشاءات اخرى ديال المنحنى باش ندوزو لسميتو ونقدر ندير لكم شي
ديروا مراجعه الدلاله العكسيه وندوزوا لسميتو. اما قبلت انشاء الدلاله العكسيه راه ساهل، اهم حاجه عندي انا عرفت ترسم كيفاش المنحنى هذا. ملي تعرف كيفاش ترسم هذا المنحنى تيبان لك الاخر راه ساهل، تندوز واحد المستقيم معادلته اي تساوي اكس يعني يمر من اصل المعلم وتديروا ليه كوبي كولي، صحيح تديروا ليه كوبي كولي باش يبان لك، ولكن تنرسموا فقط على المجال ديال الدلاله العكسيه. يلا تبارك الله عليكم اسماء، تبارك الله عليك اسماء، واخا تقراي وقلا جوج سبع الفرنسي بالفرنسيه ولكن متبعه معانا. الله يحفظك، الله يكبر بك. تيفاوين تيفولكي، الله يكبر بك. عبد الرحيم تبارك الله عليك خويا. يلا تبارك الله عليكم الشباب، نتلاقاو في اللايف ديال غدا، وما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش في الليل كونوا في اللايف في الانستغرام، في الانستغرام اللي هو هذا راه يكون لايف، يكون لايف العدد العقديه يعني باش تكون مراجعه شامله. من بعد هنا راه من بعد هذا ندوز الاعداد العقديه، ولكن المراجعه ما نجاوبش على الامتحان الوطني كامل، غير مراجعه كما دوت على دابا بنفس الفكره باش خدمت الداله غنخدم معاكم الاعداد العقديه والمتتاليات ان شاء الله. بالنسبه للهندسه والفضائيه والاحتمال راه تنشوفوا قضيتهم كيفاش. هنا الانستغرام ها كلشي جا عندي هنا سفيان بوان نجم. يلا بغينا نديرو اكبر لافامي في الانستغرام في السوشيال ميديا ان شاء الله كامل. يلا اليوتيوب تا هو كلشي، مرحبا بكم ان شاء الله. في الليل مع العشرة في الانستغرام. يلا شباب عشرة ما تنسوش انكم طابيو لي زامي ديالكم، تبارك الله عليكم، صيام مقبول وبصحة فطوركم. يلا مسبقا.